في مناظرة مرشحي نائب الرئيس الأمريكي، النجمة دبابة والصين بثت وقطعت اللي على مزاجها، وبوستات جدلية ختمها بوصف البرلمان ببيت الدعارة، تضع نائب تونسي أمام التحقيق، وبين الإغلاق أو مناعة القطيع العلماء احتاروا وحيرونا. أهلا بكم. بعد أسبوع من ما وصفت بأسوأ مناظرة في التاريخ الأمريكي واللي كانت بين ترامب ومنافسه جو بايدن، فجر اليوم جات مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس بين مايك بنس وكامالا هاريس. وعادة بيتفق المراقبين أنه مناظرات نائب الرئيس ضجتها ثانوية يعني بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية، لكن هذه المرة كان في نجم ثالث خلى هذه المناظرة سبايسي وخطف الأضواء وأكل الجو في السوشيال ميديا. is a great insult to the men and women who serve in law enforcement, and I want everyone to know who puts on the uniform of law enforcement every day that President Trump and I stand with you. And it is remarkable that when Senator Tim Scott tried to pass a police reform bill, brought together a group of Republicans and Democrats, Senator Harris, you got up and walked out of the room. And then you filibustered Senator Tim Scott's bill on the Senate floor that would have provided new accountability, new resources. But we don't have to choose between supporting law enforcement, improving public safety, and supporting our African American neighbors and all of our minorities. Under President Trump's leadership, we always stand with law enforcement and will do what we do from day one, and that is improve the lives of African Americans. فعليا عجيب كيف ما طارت، يعني حتى بيحرك راسه وما طارت، مصرة على العموم. هذه الذبابة اللي شفناها كانت هي نجمة الحفل بجدارة، والسبب أن المناظرة كلها على بعضها كانت 90 دقيقة بالضبط، ومن هذه 90 دقيقة فضلت الذبابة زي ما عرضنا لكم على شعر بنس لمدة دقيقتين كاملتين. فبدل ما الناس تركز على إيش بيقولوا المرشحين ويناقشوا مين فاز، صاروا يطالعوا في الذبابة ومركزين معاها. نشوف بعض التعليقات. وبالمناسبة حابة أقول لكم أنه شهرة الذبابة وصلت لدرجة أنه صار عندها أكاونت على تويتر اسمه Most Famous Fly، أو أكثر ذبابة شهيرة، وما شاء الله المتابعين في ازدياد، والحساب جالس يرتويت وينكت زي ما شايفين الآن أمامكم على الشاشة. على العموم طبعا الديمقراطيين ما حيفوتوا فرصة زي هذه جاتهم من السماء، فعلى طول استغل جو بايدن الوضع وغرد بهذه الصورة مع رابط تبرع لحملته، وكتب تبرع $5 عشان تساعد الحملة تحلق تنجح، وهي محاولة للعب على الكلمات لأنه فلاي اللي استخدمها في تغريدته تعني تحلق وفي نفس الوقت أيضا تعني ذبابة. ومن المشاهد اللافتة في مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس كمان هو أن الصين قطعت البث المباشر بشكل مفاجئ، وتحديداً لما بدأ نائب الرئيس مايك بنس يتكلم بشكل سلبي وينتقد الصين ويهاجمها في موضوع كورونا، فعلى طول هنا انقطعت الإشارة وظهرت هذه اللقطة يعني أنه سيجنال. على العموم البث والصورة رجعوا بشكل واضح جداً وقت ما جاء دور هاريس في الكلام. وبما أنه بنتكلم عن أخبار البيت الأبيض والانتخابات، فحملة جو بايدن حترجع تنشر الإعلانات السلبية عن الرئيس ترامب بعد ما كانت علقت نشر الإعلانات السلبية عن ترامب قبل 5 أيام كنوع من التعاطف معه بعد إعلان إصابته بكورونا.
فيصل التبيني النائب التونسي اسمه متصدر منصات التواصل من أسابيع والسبب تصريحاته الجدلية. النائب من زمان معروف بآراء وتصريحاته المثيرة للجدل، لكن خلال الأسابيع الماضية زادت هذه التصريحات وتحولت لما يشبه المعركة الشخصية بينه وبين الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة بشرة بالحاج حميدة من أيام وتحت تحديدا قبة البرلمان. وخلال هجومه على الناشطة فاجأ النائب التوانسة بتصريح أثار جدل واستنكار واسع. نتابع. وعليه أعتقد وأن المتاجرة والنفاق السياسي وصل حده. بشرة بالحاج حميدة في دارها ما هيش في مجلس النواب، حلوا مشاكلك في مجلس النواب اللي ولت قريب يولي كارت. وعليه أعتقد وأن المتاجرة والنفاق السياسي وصل حده. بشرة بالحاج حميدة في دارها ما هيش في مجلس النواب، حلوا مشاكلك في مجلس النواب اللي ولت قريب يولي. هذا التصريح قلب الدنيا، خصوصا وأنه ما كان بس استهداف للناشطة بل كان في يعني غلط صريح في مجلس النواب ككل. وكثير علقوا أنه هذه مو أول مرة يطلع من هذا النائب تصريح غير لائق. أزمته مع الناشطة بشرة بالحاج حميدة كانت بدأت بسبب اختلافهم بالرأي حول عقوبة الإعدام، وهو الموضوع اللي أثاره اغتصاب ومقتل شابة تونسية بطريقة بشعة واللي طلع في أعقابها كثار ناس طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام المجمدة في البلاد. وفي مقابل هؤلاء طلع آخرين من بينهم الناشطة وعبروا عن رأيهم الرافض للإعدام. وقتها وتحديدا يوم 28/9 طلع النائب في بوست وفيديو على حسابه على فيسبوك وانتقد رأي الناشطة وقال إنها ترفض الإعدام لأنها لم تجد من يغتصبها. هذا التصريح كان سبب هجوم كبير عليه ودفع مجموعة من المحامين لرفع قضايا جزائية ضده أو ضد ما اعتبروا تحديدا تهجم من النائب ومساس بمكانة المرأة وهبوط غير أخلاقي على حد وصفهم. وبعد كل هذا الجدل اللي انتهى بالمقطع اللي عرضنا لكم هو وبهذا الوصف للبرلمان، نقلت وسائل إعلام تونسية أنباء عن قرار وكيل الجمهورية بابتدائية تونس فتح بحث أو بحث تحقيقي ضد النائب فيصل التبيني على خلفية تصريحاته الأخيرة وتدويناته على صفحات مواقع التواصل المتعلقة بالحقوقية أو بالحقوقية بشرة بالحاج حميدة وإحالة الملف إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. شدينا فاصل ونعود. في المقدمة أربعة فوق جناحين واثنان في مؤخرة المقصور. كابتن رافع، طبعا دائما احنا المسافرين كنا بذمة الطيار. أهلا من جديد. إعلان بارينغتون العظيم هي حركة عالمية بتحذر من أضرار جسيمة بتنتج عن تطبيق سياسات الإغلاق بسبب تفتشي كورونا. وهذا الإعلان بيقول أنه سياسات الإغلاق هذه لها آثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية وصحة المجتمع، وممكن تكون هذه الآثار أخطر حتى من آثار كورونا. طيب، من وقت ما أعلنت هذه الحركة في أمريكا من 4 أيام لليوم صار موقع عليها من حول العالم أكثر من 4000 عالم وتقريبا 8000 عامل في مجال الصحة. كل اللي وقعوا مؤمنين بأنه لمواجهة الجائحة الحل ليس الإغلاق بل سياسات أكثر استهدافاً للناس المتضررة من الجائحة. وقالوا كمان أنه عملية صنع القرار لمواجهة الجائحة حول العالم مو منتبهة لإضرار الجائحة غير المتعلقة بالفيروس نفسه واللي وصفوا بعضها بغير حتى القابلة للإصلاح. واقترح هذا الإعلان أنه الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للخطر تتبع معها التدابير القاسية، فمثلاً هم اللي يتعرضوا أو يقوم عليهم فحص دوري للعاملين في دور الرعاية وتوفير المنتجات والسلع لكبار السن بدل ما يطلعوا من البيت، أما باقي الناس فتعيش عادي مع طبعاً تدابير النظافة الشخصية العادية وأنه يقعدوا في البيت لمن يحسوا بتعب. هذا الإعلان بيتزامن مع دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية نتائجها شبيهة أيضاً، فالدراسة بتقول إنه الإغلاق والتباعد الشامل ممكن يكلف العالم أرواح أكثر بكثير مما لو سمح ببناء مناعة القطيع في المجتمع، لأنه كل هذا الإغلاق لن يؤدي إلا لبقاء الفيروس لفترة أطول وظهوره بشكل أكثر فتكاً في
حال تخفيف الإغلاق. وبتقدر الدراسة أنه إبقاء الأطفال خارج الفصول الدراسية سيزيد الوفيات بما يتراوح بين 80 ألف و 95 ألف. ونفس الشيء فإن التباعد الاجتماعي للجميع بدلا من الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 70 عام فقط يمكن أن يكلف ما بين 149 ألف و 178 ألف شخص. على العموم الغريب في موضوع الحركة والدراسة هذه وغيرها من تصريحات العلماء مؤخرا إنها بصراحة بتحير. ليش بتحير؟ لأنه مع بداية ظهور الجائحة كان الحديث عن مناعة القطيع كأنه من المحرمات ومحل انتقاد. والسويد مثلا اللي يعني وقتها اتبعت هذا الأسلوب وبريطانيا اللي أيدته وبعدين يعني تراجعت عنه كانوا محل انتقاد بسبب هذا الشيء وهذا الأسلوب، ومنظمة الصحة رفضته ومعظم العلماء وقتها قالوا لا يا جماعة الإغلاق أفضل. اليوم كل هذا تغير والواحد ما عاد عارف يعني إيش يصدق وإيش الصح صراحة يعني، وخصوصا أنه نحن الآن كمان جالسين شايفين أرقام بتتزايد وإصابات بتتزايد حول العالم من جديد. على العموم ينضم إلينا من المناعة عبر سكايب البروفيسور معز بخيت استشاري أول أمراض مخ وعلم المناعة. أهلا فيك معانا. يعني الآن كل اللي صار الشهور الماضية والفترة اللي قاعدوا فيها الناس في إغلاق تام وتقفلت المدارس والأعمال وقعدوا الناس في البيوت، يعني هذه كان وقتها لسه في عدم فهم كامل للفيروس ويمكن كان يكون خطأ. الخطأ في إنك تمشي للحد الأقصى من 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 هذه المعادلة. يعني الإغلاق الكامل خطأ ومناعة القطيع خطأ. ليه بنقول الإغلاق الكامل خطأ ومناعة القطيع خطأ؟ لأننا إذا نظرنا إلى العدوى نفسها كيف تتم هذه العدوى؟ العدوى تعتمد أصلاً على شيئين، تتم على مدى خطورة هذا هذه الجرثومة أو الفيروس ما يعرف بالفيريولنس، خباثة هذا الفيروس، وأيضاً الفيرال لود يعني الحجم الكمية الفيروس التي تدخل إلى الجسم، وهذه تمثل الاثنين. يعني هذا الفيروس الكورونا ليس خبيثا بل يحتاج إلى الجسم، ليس فيريولنت يعني ليس به مواد سامة وليس قاتل بالصورة التي تهزم جهاز المناعة. إذن الشيء المهم والذي يحدد الانفتاح أو الإغلاق هو الفيرال لود، حجم الفيروس. عندما انتهجت بريطانيا سياسة مناعة القطيع كان انفتاحا كاملا ومثلها كانت السويد، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الناس تعرضوا إلى كميات كبيرة من الفيروس وكبار السن والضعفاء والذين لديهم مشاكل مناعية يعني تضرروا كثيرا وكانت هناك وفيات كثيرة. بريطانيا تراجعت إلى الحد الثاني إلى الإغلاق الكامل، وهذا أيضا خطأ لأن جهاز المناعة ليس لديه القدرة على التعرف على هذه الجرثومة الجديدة. السويد انتهجت نهج آخر من مناعة القطيع، لم تغلق إغلاق كامل وإنما تحولت إلى ما يعرف بمناعة المجتمع وهو في النص. أن تعلم الناس أسس التباعد الاجتماعي وأن لا تغلق الاقتصاد حتى لا يتضرر الاقتصاد، وأن تقوم بتوعية المجتمع بمبادئ التباعد الاجتماعي، لأن هذا الفيروس حتى لو انتقل إلى البعض لن ينتقل بفيرال لود أو كميات كبيرة يعني يصعب لجهاز المناعة التعامل معها، وبهذا طيب. يكتسب المجتمع مناعة. إيه بس الآن لما العلماء وصلوا إلى لحل وسط. طيب بس لما كنا أول لو ما كان صار في إغلاق ما المستشفيات كانت في كثير من الدول تملت تماما. إحنا ما حنقدر ننسى المناظر اللي شفناها في إيطاليا في أسبانيا، مناظر الناس وهم في ممرات المستشفيات مرميين على الأرض. لو ما كان في إغلاق كانت زادت هذه الحالات كمان زيادة. والآن بعد ما أنت بتقول إنه العلماء وصلوا لأنه
حد الوسط هذا، انه لا نروح اعمالنا نمارس حياتنا بس انه مع الوقايه. برضو الارقام جلسه بتزيد، يعني امس اعتقد فرنسا يمكن او باريس مسجلين 18,000 او اكثر من 18,000 حاله اصابه. كيف نفسر هذا الشيء؟ لماذا حدث هذا يا ساره؟ حدث هذا لان ايطاليا مثلا على سبيل المثال وبريطانيا حدثت هذه الكميات الهائلة من الوفاة لأنهم كانوا يعني في حالة انفتاح كامل تجاه مناعة القطيع. يعني في مارس أنا زرت هذه البلدان وكنت أرى طائرات قادمة من الصين وقادمة من دول أخرى، وكان هناك انفتاح كامل، فانتشر الفيروس انتشارا كبيرا وأثر على كبار السن وعلى الضعفاء وحتى على الناس العادية، فكان الموت يعني بكميات كبيرة جدا. صحيح، كان مقلق كثير من الناس. لكن بعدها لجأوا إلى الحد الثاني اللي هو الإغلاق الكامل، يعني ذهبوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ولم يقوموا بالتوازن المطلوب بمناعة المجتمع. الآن بدأت الهجمات الارتدادية والتي لا أسميها موجة ثانية الآن. هذه كل ما تكون في حالة إغلاق كامل وتفتح جزء صغير ستأتيك هجمة ارتدادية. أيوة. لكن إذا كنت توازنت وكان الانفتاح يعني موجود وكان هناك مبادئ للتباعد الاجتماعي لاكتسب المجتمع مناعة، والآن يمكننا أن ننظر إلى تلك الدول التي انتهجت هذا النهج، لم يتأثر الاقتصاد فيها أيضا، لا توجد وفيات. الآن في السويد تمر أيام وأيام ما في وفيات. طب بس خليني أقول لك حاجة صراحة سريعا، يعني نحن في البداية قلنا إغلاق وقلنا شوية حنرتاح في الإغلاق ونحمي نفسنا لين يطلع علاج أو لقاح. يبدو أنتم تبغوا الحياة ترجع عادي بشكل طبيعي الآن، لأنكم أصلا حتى عارفين أن اللقاح والعلاج مو قريب أصلا. نعم، أنا شخصيا ظهرت على العربية عشرات المرات وكنت أنادي بهذا التوجه، وحتى دخلنا يعني في ديبيتس مع بعض العلماء من فرنسا وهاجموا التجربة السويدية وكنت أدافع عنها. الآن اتضح أنها هي التجربة الصحيحة، تجربة التوازن، والآن العلماء يوقعون ونتائج الدراسات تؤكد أن كثير من أفراد المجتمع اكتسبوا المناعة بسبب تعرضهم لكميات قليلة من الفيروس، وأن الذين تعرضوا لكميات كبيرة جدا من الفيروس في حالات الانفتاح الأولى حصلت وفيات كثيرة جدا، والآن حالات الإغلاق بمجرد أن تفتح ستأتي هجمة ارتدادية. طيب على العموم احنا ان شاء الله بنتمنى انه يعني المره الجايه نكون نتكلم عن لقاح وعلاج مو عن انه عواقب الانفتاح بعد الاغلاق، يعني لانه احنا تعبنا من كل شويه التناقضات شويه اللي بتصير وبنتابعها مع بعض. على العموم بنشكرك، كان معنا من المنامة عبر سكايب البروفيسور معز بخيت استشاري اول امراض مخ وعلم المناعه. وليان البياتي مراسلة تلفزيونية عراقية اسمها متصدر منصات التواصل خلال الساعات الماضية والسبب هذا الفيديو. طائرة، اثنان في المقدمة، أربعة فوق الجناحين واثنان في مؤخرة المقصور. كابتن رافع، طبعا دائما احنا المسافرين كنا بذمة الطيار والنعم منك. الله ينعم عليك. يا أهلا وسهلا ست وليان، مو؟ يا أهلا وسهلا بك. مرحبا. الله يسلمك. بس طلعت ما تعرفون السالفة، يعني بسيطة بس تجي شغلات وشوفين بسيطة لو لا. الحمد لله. إذا شوفين غيوم ومن الثندرستورم. يعني شنو أصعب شيء ممكن تواجهه؟ يعني كل شيء من تنزلين على مطار والرؤية معدومة، يعني الرؤية جرى مثلا غبر. الله يسلمك. يا هلا يا هلا. المقطع أثار انتقادات واسعة بسبب ظهور وليان في قمرة القيادة مع الطيار، وهو الأمر اللي معروف أنه ممنوع قانوناً. سلطة الطيران المدني في العراق تحركت بعد انتشار المقطع وأعلنت في بيان نشرت منه نسخة على حسابها على فيسبوك، أعلنت إيقاف الطيار عن العمل حتى إشعار آخر استناداً إلى قوانين منظمة الطيران المدني الدولي، لما شكلوا ما فعلوا من خرق القوانين وتعريض المسافرين للخطر وعلشان ما يتكرر هذا الفعل السلبي. وقال البيان أنه تم فتح تحقيق مع الطيار في قسم السلامة الجوية. مشاهدينا في أمان الله، نعود وألقاكم الأحد إن شاء الله.